جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الذين يفرقون بين تارك الصلاة تهاونا وتاركها وبين تاركها جحدا لوجوبها، هل لهم من مدخل شيخ صالح؟ هذا قول فريق من العلماء يرون أن من تركها تكاسلا أنه لا يكفر، وإنما يلزم بالصلاة ولكنه لا يحكم بكفره، يلزم ويؤدب حتى لو أدى ذلك إلى أنه يقتل، لكن لا يرون أنه كافر بالكفر الأكبر المخرج من الملة. ولكن هذا قول مرجوح، قول مرجوح ترد على الأدلة الصحيحة الدالة على كفر تارك الصلاة كفرا أكبر يخرج من الملة وإن لم يجحد وجوبها. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لم نسمع أن هناك تاركا للصلاة أقيم عليه الحد شيخ صالح، ما هو توجيهكم نحفظكم الله؟ لأنه لم يقدم للمحكمة ويقام عليه دعوة حتى يقام عليه الحد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن ما هو واجب المسلمين تجاه بعضهم والحال ما ذكر؟ الواجب إلزام هؤلاء بالصلاة، فإن أبوا فإنه يجب قتلهم لأنهم يعتبرون في عداد المرتدين، والمرتد يجب قتله. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فالذي يترك الصلاة متعمدا هذا تارك لدينه، لأن الصلاة هي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. نعم.